أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا علي أن القيادة السياسية تستمع للشباب في الحوار الوطني. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. اقتباسا من كلمات فخامة الرئيس في أحد المنتديات، كان بيوجه كلامه لزعماء العالم وبيقول لهم استمعوا إلى شبابكم. كانت رسالة ورؤية وأصبح يمكن نهج. ولقينا دلوقتي دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني هو تطبيق لهذه الرؤية، وأيضا ليس فقط الشباب بل ذوي الخبرة وكافة الأطياف وكافة الأيديولوجيات نتكلم ونسمع بعض. احنا بنفكر المستقبل بلدنا، القرار تشاركي، القرار بمنتهى الشفافية والحيادية، خاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة ولوجستيات الأمر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيديولوجية. فطبعا يعني الموضوع بالنسبة لنا كشباب، لو هتكلمني كرؤيتنا كشباب، لا كان الموضوع مبشر جدا. الدعوة للرأي والرأي الآخر كانت مهمة جدا، ويمكن احنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عارفين قيمة هذه المخرجات في يوم من الأيام هتكون ازاي، لأن احنا في الأساس كتنسيقية احنا طاولة حوار، احنا صورة مصغرة من الحوار الوطني كبايلوت أو كنموذج أولي للحوار الوطني. شاهدنا قد إيه الفكر ده نجح معانا، شاهدنا قد إيه تقبلنا وأخيرا قدرنا نسمع بعض من أقصى اليسار لأقصى اليمين للوسط للمستقل للحزبي. فإذا كانت دايما بتطلع من عندنا ملفات عمل تخدم الدولة المصرية.